وبقى النهارده انا شايفه امام عاشور، مين زار وكمان، واحكي لنا على زياره امام. لا 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 لا، زيارة إمام عاشور ده يعني دي لفتة جميلة منه طبعا، ودي بتعكس الروح اللي بينهم وبين بعض اللي الناس ما تعرفوش. يعني أكثر من 90% من الجمهور ما يعرفش يعني مدى العلاقة اللي بين اللعيبة وبعض. صح. ولا يعني شباب ما شاء الله جميل، مصر تفتخر بيهم بأمانة يعني. والمفروض إن الناس تحافظ على الحاجات الحلوة اللي زي كده. يعني بنسمع عن الخناقات وما بنسمعش عن الحاجات الحلوة في الحياة دي، عشان كده أنا حبيت أركز على الصورة دي لأنها فعلا صورة بتعكس الحقيقة بين اللاعبين والمدرب. لا صورة جميلة، وهم الشباب ما شاء الله عليه شباب جميل وشباب راقي ومتعلمين، وهم يعني أصدقاء بره الملعب وجوه الملعب برضو، يعني لأن دول برضو دول منتخب مصر. طبعا طبعا. مين زاروا يعني كمان يعني من اللاعبين أستاذ عبد المنعم؟ النهارده حضرتك راح له ناس كتير يعني على سبيل الحصر، كابتن حسن وراح له أحمد عبد القادر وناس كتير يعني معلش انا مش لا لا طبعا، ربنا يقومه بالسلامة. ناس كتير جات ولعيبة وناس اتصلت عليه طبعا عبد المنعم من مصر ومن بره مصر.